صلاح البلوشي اللي هو صاحب مدينة الحيوان. هذه طبعا كانت هي هواية، ومن بعدها كذا فتحت المحل. أنا كمربي من 2010 أحب القطط وعندي كلاب وكذا كمربي، بس كفكرة هي جات قبل سنتين، يعني صرت أني أنا ودي القطط عندي محلات ثانية على أساس أسوي لهم الخدمات اللي غسيل وكذا، فشفت الموضوع مكلف فقلت يلا بفتح دام أنه أريد. أنا كنت جرومر وأكراني فعندي أفكار، فقلت يلا بجرب أفتح. وصراحة للأمانة فتحت أشوف عندي جمهور مرة كبير، يعني ما تصورت كذا، توقعت أنه من أول بداية ما راح يمشي المكان، لا. بس أنا كفكرة عندي فكرتي مختلفة، أول شيء كأسعاري، أسعاري واجد حلوة. لما كنت أسافر برا ما كان عندي مكان أحط فيه القطط، فلما طلعت لبرا شفت أنه في فندق قطط ممكن تخلي إيواء للحيوانات، فجيت من هناك ورجعت أسوي هذه الفكرة هنا عندنا يعني. وفي إقبال كبير للفندق، وخاصة في الأيام اللي هي فيها العطلات، اللي عطلات الصيفية، فيجيبوا لي القط أو كلب. الكلاب الكبار طبعا ما أقدر أخذها لأنه بحكم إن المحل، بس ككلاب صغار وقطط عادي أحطها عندي في البوردينج. يسموها هذه فكرة الكات بوردينج أو دوغ بوردينج، اللي هو الإيواء القطط والكلاب. في ناس تجي تحط لي في شهر، في ناس تحط لي شهرين، في ناس تحط لي أسبوع، على حسب حاجة الشخص. أنا عندي الفكرة هي مال الكات بوردينج، يعني 5 ستار، ومن غير كذا أنا أوصل. أول بداية أوصل ككوني صاحب المكان، أروح أتأكد من الحيوانات الموجودة، أرسل فيديو لشخص أطمن على الأليف اللي عنده، لأنه في ناس واجد عنده تعلق بالحيوان ماله. في خدمات اللي هي للجرومينج، ممكن يعني الجرومينج ما في ناس واجد تعرف، في حلاقة شعر، في قص أظافر، في سباحة. الخدمة مالي أنا موفرة للأشخاص اللي هم يعني تقدر تقول يعني ما عندهم استطاعة أن يدفعوا مبالغ كبيرة.